ايش هو الحب؟ مو بالقلب؟ لا مو بالقلب. اسلوب جديد يطرحه تميم الطالب في كلية طب الأسنان لغرس حب القراءة بين أبناء جيله، إذ أنشأ قناة على اليوتيوب سماها 404، وأخذ يلخص ما يقرأه من كتب علمية وثقافية على شكل فيديوهات ويقدمها إلى الشباب لإطلاق حوار حول أولويات القراءة وطقوسها. صناعة المحتوى جت نتيجة لاهتماماتي، اهتماماتي بالقراءة، اهتماماتي بالمجالات العلمية أو الأدبية. بس بعدين اجت لي فكرة انه احول هذا لعمل وانزله على اي منصة على السوشيال ميديا. مبادرة تميم تأتي بعد ان دار قسم من جيل الشباب ظهره عن القراءة وانشغل بوسائل التواصل الاجتماعي، الامر الذي ترك تأثيره السلبي كما ترى ام عبد الله وهي احدى رواد المكتبات. كل مكان انت هسه بتروح، حتى ان كان تزور احد اقاربك، يمكن تشوف انت رايح متلهف لهم، لكن سرعان ما تقعد بالبيت، سرعان ما الكل ملتزم بالتليفون وقاعد. الشباب يتهم هنا بالعزوف عن القراءة والانصراف إلى أجهزة الحاسوب والهواتف الذكية، لكن الوجه المشرق للتكنولوجيا تمثل بمد جسور للتواصل بين الشباب والكتاب بشكل غير مباشر. وتجلى بإعادة ربط أواصر العلاقة بين القراء والكتب عبر استخدام التكنولوجيا في نشر عناوينها والترويج لها، وخاصة بعد التحولات الاجتماعية والثقافية التي مهدت لحراك تشرين الشعبي ورسخت معه وانتشرت بفضله شوارع الثقافة في معظم المدن مؤخرا. طرق العرض اختلفت، قبل تلقى أنه بشكل رتيب أنه يعرض الكتاب وقضية السعر معه، هسه لا، دخل السوشيال ميديا. جهود متنوعة تبذل لتشجيع الشباب على القراءة، ولعل وسائل التواصل الاجتماعي التي يذمها بعضهم تكون أحدها بإسهامها في تسويق الكتب والحث على مطالعتها. سعد قصي، يو تي في، مدينة البصرة.